اسيدي هذا المشكل. واحد السيد جا شرا هنا واحد الماكازا عندنا وجا سد لنا الكراج، سد لنا لاهوط ديال الكراج كلها ودار لنا فيها الموتور وداروا كله شبيك وتيسدوا في اللي تيمشي بحالته، وحنا تنباتوا فايقين مع الموتور. وهاد الديكا اللي دايرنا هنايا وسدنا على الطوموبيلات ما كاين لا تنفس لا والو، سدنا يحط الماكازا ديالو تيحط فيها السلعه ويحط فيها ويطيبوا فيها ويعجنوا فيها. شوف شنو كاين هنايا، خص تشوف هادشي اللي خارج، هادشي من هنا من عنده، شوف شنو داير، هادشي كلشي مخرجو من عنده، شوف شنو داير. ما بقيناش نحطو هنا الطوموبيلات، جاو حطوا لنا هنايا حل هنا. شوف اجي تشوف لاهوط هنا كي دايره، واش هادي لاهوط ديال الكراج ولا هادي داير لنا شركه هنا ديال 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 الحديد. شوف شوف القادوش فين دايروا لنا، شوف فين داير لنا الموتور في الراس، راه فينا هو، راه خارج عندي للتروازيام، الموتور خارج عندي للتروازيام، راه فينا هو ديال الثلاجات، هو تيمشي لدارو وحنا تنباتو تنصنتو الموتور. ومن تنهضروا معاه جات اللجنه ومشاو بحالاتهم، جاو دخلوا عندهم اللجنه ومشات بحالاتها، مشينا عند العامل الشكايات هما عندنا، صيفط العامل للجنه دخلوا عندهم الله اعلم ومشاو بحالاتهم، جبنا الرئيس ديال الجامعه صيفط للجنه دخلوا عندهم ومشاو بحالاتهم. ما عرفنا شنو هادشي علاش، هادي دابا من 2014 وما عندي الشكايات. واش انتوما هضرتوا مع السيد؟ ما عينا ندهن نهضروا معاه، ما بغاش يدير داكشي اللي قال له خاطرو هو اللي تيدير. حتى في الباب الكراج زعزنا وزعز الدرب كامل بالطوموبيلات، انت ما عندك فين فين حتى فين تبراتي ما كاينش، تيحيد الطوموبيل ويحط موتور، تيحيد الموتور ويحط الطوموبيل. هادشي اللي دايرنا هادشي هذا، راه الله من هذا منكر، الله من هذا منكر. ان شكينا للعامل تيجيو عنده ما كاين والو، تيدخلوا عنده للحانوت وتيخرجوا يمشوا بحالاتهم. جا اللجنه من الجماعه الحضريه دخلوا عنده ومشاو بحالاتهم، حنا غاديين في الهواء. هاد البلاصه ما بقيناش، ثلاثه الطوموبيلات ما بقاوش يبلاصيو هنايا على هاد الوسخات اللي دايرين هنا. شوف شوف الوسخات اللي دايرين هنا، واش هذا كراج؟ شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.